كله يعمل فلوس يا جماعة. كله يعمل فولو. يا ده عامل فولو انا عادي يا محمود. يا ازرق. اقصى معاك بس ايه تضربني ليه ابيض ليل انت؟ خد في وشك خد في وشك رد 97 واحد ياض. ايوه قريبا النهارده مش عارف مالها كتير كده بيلعبوها يا كلاسيك على اركيد مش عارف ازاي. ماشي انت احنا كده كلاسيك عادي يعني تقريبا دي اسيا كبيرة. انا قلت خلي ابعت لي فولو اقبل. لا ما تنزل يا عم استنى لي بص انزل في المدينة صغيرة كده هننزل في سكول. اتخبطت في دماغك يا انا هشوفك يا هندي يا رسول. بس شبان بس شبان احنا نزلنا بروزيك نزلنا على المباني نزلنا على المباني. نزلتنا فين؟ العب بس سيب لي سلاح ماشي. انا ليه مسدس مسدس خريان خدته مني انت يا جلاي ما انت هناكش فيها صح. مكاننا فيهوش حاجه ما انت منزلنا في حته ليه يا عم ده لو حتى مدين النبي على السلاح خرب بيت ابوك. ليه سلاح لو ليك سلاح تاني اديهولي. طيب لا ايه قلة الجيمة دي؟ طب عبيط يعني. انا يا عم انا عبيط يا عم في سلاح لو عايز تعرف. طب اعمل لي هيدك دي اللي هي اجت سبلاي. لا تعبيت ياض get in the car. فين get in the car دي؟ impressive enemies ahead. فين بموت بموت يخرب بيتك اجيلك. اهلا نسيت بوردك بس عايز سلاح بس عشان اللي ضربني ده خد مني كل حاجه اكلاهي. اشوفه بس مش باين على الخريطه اصلا. عايز سلاح. طيب ماشي معلش. طب استناني يا عم هموت انا هموت الحين هموت 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 موت يا جبان ايه لك يا بابا موت انا انت انت اللي قليل اعمل لك ايه. طب اطلع انا موت لو كانت بره هتموت. في حد بينشل علينا على فكره. هتجيب انا عايز سلاح عندي خده احلف والله انا هموت واجي لك دلوقتي. اه عيد هاو زياد هاف وولف ايد تندر اتنين ادروح يا خريان يا ابني يا عمر يا ابن التعبيط دبان ياد والله.
هذا كل حاجة خلاص. انا ما يتورى وراك. الف مية ولا. يلا يا عبد انت منزلها في حتة زفت. العب تاني ولا ايه؟ العب تاني يا عم السات اللي هي اسمها الراوند دي وما تختارش حاجة معاها.